مشاهدينا الكرام من قناة المخلص الكلدانية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار قال قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان إن الروح القدس الذي ألهم الكتاب المقدس بأسره يقدم لنا للحظة صورة الإنسان وحيدا بدون المرأة ويقدم لنا فكر الله وشعوره الذي ينظر اليه، ويلاحظ ان ادم وحده في الجنه هو حر وهو سيد، لكنه وحيد، وراى الله ان هذا الامر لا يحسن، انه كنقص في الشركه والملء، لا يحسن ان يكون الانسان وحده، قال الله فليصنعن له عونا يناسبه، لذلك اتى الله بجميع الحيوانات الانسان فاطلق الانسان اسما على كل منها. وهذه صورة أخرى لسلطة الإنسان على الخليقة، لكنه لم يجد لنفسه في أي من تلك الحيوانات عونا يناسبه، أما عندما أتى الله الإنسان بالمرأة عرف الإنسان أن هذا المخلوق وحده هو جزء منه، هي عظم من عظامي ولحم من لحمي. وأخيرا وجد انعكاسا وتبادلا. جاء ذلك خلال المقابلة العامة التي أجرها قداسته مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس الذي قال فيها ذلك والتي أضاف فيها في التعليم الماضي حول العائلة توقفت عند رواية الخلق الأولى من الفصل الأول من سفر التكوين حيث كتب خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهما أما اليوم فأريد أن أتم التأمل بالرواية الثانية التي نجدها في الفصل الثاني هنا نقرأ بعد أن صنع الرب الأرض والسماوات جبل الإنسان ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار الإنسان نفسا حيا إنه ذروة الخليقة ولكن كان ينقصه شيئا ما ومن ثم أخذ الله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها وقال الحبر الأعظم سأعطيكم مثلا لنفهم هذا الأمر أكثر عندما يريد شخص ما أن يمد يده إلى شخص آخر ينبغي أن يوجد آخر أمامه فإن لم يوجد أحد أمامه فستغيب المبادلة وهكذا كان الإنسان كان ينقصه شيئا ما ليصل إلى ملئه لقد كانت تنقصه هذه المبادلة فالمرأة ليست نسخة عن الرجل بل تأتي مباشرة من عمل خلق الله وصورة الضلع لا تعبر أبدا عن تدن أو خضوع بل على العكس بأن الرجل والمرأة هما من الجوهر عينه ومتكاملان أقام غبطة أبينا البطريرك مار لويس رفائل الأول ساكو اليوم الخميس قداسا بمناسبة عيد مار جورجيس الشهيد وذلك في كنيسة مار جورجيس في بغداد وعونه أيضا سيادة المطران مار باسليو سيلدو المعاون البطريركي والميسينيور جورج القائم بأعمال سفارة الفاتيكان وجمع من الكهنة وفي كلمته قال غبطته اهنئ اولا رعيه مارغورغيس بعيد شفيعها واشكر حضره الاب ميسر المخلص لتفانيه ونشاطاته من اجل خدمه الرعيه، كما دعا غبطته الجميع الى التحلي بالشجاعه خصوصا انها من المميزات والمواهب التي تميز بها مارجوريس، فنحن بدورنا علينا ان نتعلم منه اليوم. كما ركز غبطته على ضروره الحفاظ على التراث والايمان خصوصا ما شاهده خلال زيارته الاخيره الى ينابيعنا الاولى في تركيا حيث زار خلالها ماردين ماديات دار نصيبين طور عابدين وديار بكر خاصة أن أول باترير كلداني كان من ديار بكر وأشاد غبطته بدور العلماني الأساسي في الكنيسة إذ أننا سنشكل قريبا الرابطة الكلدانية والكنيسة سوف تدعم بكل قدرتها هذه الرابطة قامت بطريركية الكلدان واخوية المحبة صباح اليوم الخميس بتقديم مواد غذائية واغطية لألفي عائلة نازحة من تكريت والانبار. تأتي هذه المبادرة الاخوية والوطنية للتعبير عن تضامن المسيحيين مع اخوتهم المسلمين المهجرين والتخفيف عن ماساتهم. وقد رافق غبطة البطريرك مار لويس رفائيل الاول ساكو العائد صباح اليوم من تركيا. الشاحنات إلى جامع أم القرى ببغداد حيث تقيم مئات العائلات المهجرة مع السيد نبيل أفرام مدير أخوية المحبة ومعاونيه والأب توماس تمو السكرتير الخاص وفي كلمته أمام الصحفيين قال غبطته: الدين معاملة وأخلاق والمسيح أوصانا بالإنسان المحتاج الذي نعتبره أخنا جئنا اليوم للتعبير عن المنا عما يحصل في بلدنا من قتل وتخريب وتهجير ونحن المسيحيين قد عانينا الكثير خصوصا في الموصل وبلدات سهل نينوى. جئنا لنقول لاخوتنا النازحين اننا نحبهم ونتقاسم معهم المهم وما حملناه لهم تعبير عن تضامننا معهم ومحبتنا لهم. نتمنى ان تنتهي عاجلا هذه المآسي ويعود الناس الى بيوتهم ويعيشوا بسلام وامان من جانب اخر اشاد الشيخان محمد الفلاحي ومحمد الغري محمود الفلاحي ومحمد الغريري بهذه المبادره الاخويه النبيله قائلين المسيحيه ديانه محبه وها انكم تجسدون هذه المحبه على ارض الواقع لن ننسى ابدا مواقفكم النبيله وهذه ليست المره الاولى انكم فعلا سباقون هذه المبادرات من شانها ان توطد العيش المشترك وتبني الثقه بارك الله فيكم ونشكركم من صميم قلوبنا عاد إلى بغداد اليوم غبطة الباتريارك مارلويس رفائل الأول ساكو والوبد المرافق له بعد زيارة راعوية إلى تركيا قام خلالها بمتابعة شؤون أبناء شعبنا هناك وأقام الذبيحة الإلهية في عدد من الكنائس والمزارات المسيحية وتقديم المساعدات المالية والعينية للاجئين العراقيين هناك حيث اختتم غبطته زيارته الرعوية بلقاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول في مقره البطريركي في الفنار إسطنبول وقد رحب بغبطة أبينا البطريرك ساكولوف المرافق له معبرا عن قربه من المسيحيين في العراق وخصوصا في ظروفهم الصعبة وأتمنى أن يعم السلام في المنطقة واستشهد أيضا بمقولة قداسة البابا فرانسيس عندما كان في اسطنبول قبل أشهر لا يمكن تخيل الشرق أوسط بدون مسيحيين من جانبه شكره غبطة أبينا الباطريرك على استقباله ومحبته وصلاته وبشكل خاص على فتح أبواب كنائسه للمهاجرين المسيحيين للاحتفال بالقداديس مشددا على أهمية الوحدة المسيحية ففي الوحده خلاصنا وقوتنا وتناول ايضا موضوع توحيد الاعياد كشهاده مسيحيه وفي نهايه اللقاء تم تبادل الهدايا. هذا وحضر اللقاء سياده المطران مار فرانسيس قلابات وسياده المطران مار باسيليوس يلدو والمونيسينيور فرانسو يكن والاب فادي فيليب والاب رمزي ديريل والسيد شوقي قونشا وبعض الاعضاء من المجلس الرعوي. هذا وفي صباح يوم السبت الموافق للثامن عشر من نيسان عام الفين وخمسه عشر قام غبطه ابينا البطريرك مار لويس روفائيل الاول ساكو الوفد المرافق له بزياره حج الى كاتدرائيه ماربثيون الكلدانيه العريقه حيث تم استقبالهم من قبل المسؤولين والجماعه المسيحيه في المدينه وتراس القداس الاحتفالي المشترك غبطه أبينا الباطريارك وفي موعظته اكد على اهميه التاريخ فهذا المكان هو مقدس ويعيدنا الى ذاكره كنيستنا ومعانته والى شهداء ديار بكر وفي مقدمتهم الباطريارك الكلداني ماريو حنا سولاقه الذي استشهد عام 1555 وإلى آخر مطران كلداني مار سليمان صباغ المتوفي عام 1923 واليوم وبعد مرور نحو مئة سنة أننا نقدس في هذه الكنيسة المباركة ووجه غبطته كلمة تشجيع إلى المؤمنين قائلا أن أنتم حاليا أقلية باقية في هذه الكنيسة لكن لا يهم فأنتم كالخميرة والملح والنور لإيمانكم وشهادتكم أثر كبير كما شكر غبطته بلدية ديار بكر على اهتمامهم بهذا التراث المسيحي والحفاظ عليه وتسمية الشارع المؤدي إلى الكنيسة باسم ماربثيون كما زار غبطة أبينا البطريرك مار لويس رفايل أول ساكو والوفد المرافق له مساء يوم السبت الثامن عشر من نيسان الفين وخمسة عشر دير الزعفران التابع للسريان الأرثوذكس وكان في استقباله أمام مدخل الدير سيادة المطران مار صليبة والرهبان وعدد من الشمامسة الصغار والمؤمنين ودخل غبطة البطريرك بزياح تقصي إلى كنيسة الدير حيث رحب به سيادة المطران مار صليبة وبالوفد المرافق له وشكره على هذه المفاجاه الرائعه وطلب بركه البطريرك للدير والمؤمنين. بعد ذلك شكر غبطته سياده المطران والرهبان على حسن استقبالهم واكد على اهميه العوده الى جذورنا الواحده والى الوحده بين الكنائس، فلا مستقبل لنا من دونها وسنبقى اقليه هنا وهناك من دون تاثير، لنصلي من اجل تحقيق وحده مسيحيين ومن اجل السلام في الشرق الاوسط. وفي الختام قدم غبطه هديه تذكاريه لسياده المطران وتجول الوفد في انحاء الدير وايضا وبمناسبه تذكار الربان هرمز احتفل غبطه ابينا الباتريرك مار لويس روفائيل الاول ساكو بالقداس الالهي في كنيسه مار هرمز الكلدانيه في مدينه ماردين يرافقه سياده المطران مار باسليوس يلدو والمونسينيور فرانس ويكن والاب فادي فيليب والاب رمزي ديريل صباح يوم الاحد التاسع عشر من نيسان عام 2015 وحضر القداس سياده المطران مار صليبه اوزمن والسيده فبرونيا كاي محافظ ماردين وجمع غفير من المؤمنين من مختلف الطوائف وخلال موعظته بالمناسبة ناشد غبطته المؤمنين على المحافظة على الإرث المسيحي من دون خوف والعمل على الوحدة لأنها قوتنا المسيح في إنجيل اليوم قال لا تضطرب قلوبكم فعلا أن قلوبنا مطمئنة بإيمانكم ووحدتكم ورجائكم وهناءهم بعيد شفيع كنيستهم الربان هرمز وبعد ختام القداس استمع غبطته إلى مقترحات المؤمنين وشجعهم على التمسك بتقاليدهم وأرضهم كما قام غبطة أبينا الباطريرك والوفد المرافق له ظهر يوم الأحد التاسع عشر من نيسان عام عشر بزيارة دير مار جبرائيل في طور عابدين جبل عابدين، وكان في استقباله أمام مدخل الدير سيادة المطران مار سموئيل أكتاش والرهبان وعدد من الشمامسة الصغار والمؤمنين دخل غبطه البطريرك بتطواف وتراتيل الى كنيسه الدير حيث رحب به سياده المطران مار صاموئيل وبالوفد المرافق له وبالمقابل شكره غبطه البطريرك للاستقبال الاخوي وذكر ان هذه الزياره هي بمثابه حج الى ينابيعنا الاولى المشتركه مؤكدا على وحده المسيحيين والتعاون المشترك. بعدها قاموا بجوله في انحاء الدير وصلوا امام قبر مار فيليخسينوس المنبتشي. احد اباء الكنيسه السريانيه بعد ذلك توجه غبطه البطريرك والوفد معه الى بلده مديات وقاموا بزياره كنيسه مريم العذراء الكلدان حيث تجمع ابناء الرعيه فيها وشكرهم غبطته على البقاء والتواصل وحفاظهم على هذا التراث المسيحي واستمع الى طلباتهم. بعد ذلك توقفوا في طريقهم عند دير مار إبراهيم ومار هابيل حيث يوجد داخله مقبرة مشتركة وصلوا على راحة وصلوا على راحة أنفس الموتى المؤمنين واختتموا زيارتهم اليوم الأحد لقرية حاح حيث يوجد فيها مزار مشهور للسيدة مريم العذراء كما قام غبطة أبينا البطريرك مارلوس لويس رفائيل الأول ساكو بزيارة مدينة نصيبين التاريخية ظهر يوم الاثنين العشرين من نيسان عام 2015 وكنيستها الأثرية وصلوا أمام قبر مار يعقوب أسقف نصيبين وأيضا تذكروا مار أفرام الذي شكل أول جوق من الفتيات لخدمة الطقوس كما زار غبطته والوفد المرافق له بقايا مدرسة نصيبين المشهورة والتي تعتبر من الأكاديميات الأولى في العالم المسيحي وأيضا في طريقهم توقفوا عند منطقة دارا الأثرية المشهورة بالمقابر المنحوتة على الصخر كما احتفل غبطة أبينا الباتريارك مار لويس الأول أول ساكو بالقداس الإلهي والوفد المرافق له عصر يوم الثلاثاء الحادي عشر الحادي والعشرين من نيسان عام 2015 في اسطنبول بحضور حج كبير من المؤمنين والشمامسة والأطفال الذين رتلوا في القداس وفي موعظة البطريرك طلب من المؤمنين الثبات في الإيمان وهو قوة أمام القلق والخوف فيسوع في الإنجيل يطمئننا لا تضطرب قلوبنا حافظوا على تقاليدكم وعلى أعطاء المثال الصالح ولا تنسوا لغتكم الأمة ثم تكلم المطار فرانسيس بستورث عن معنى الايمان والتضامن وهذا هو دافع مجيئنا الى تركيا لمساعده اخوتنا المحتاجين. وبعد ختام القداس استمع غبطته الى مقترحات وطلبات المؤمنين ووعدهم قدر الامكان بالعمل عليها. بعد ذلك توجه الشمامسه واعضاء مجلس الخورنه مع غبطه ابينا البطريرك والوفد المرافق له لتناول العشاء الاخوي في دار المطرانيه. كما زار غبطة أبينا الباتريارك مار رفائيل الأول ساكو يرافقه سيادة المطران مار فرانسيس قلابات وسيادة المطران مار باسيليوس يلدو والمونيسينيور فرانسوا يكن والأب فادي فيليب والأب رمزي ديريل والسيد شوقي قونشا والسيد جوزيف من المجلس الراعوي صباح يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من نيسان 2015 قاموا بزيارة إلى والي إسطنبول وجرى خلال لقاء مناقشة أهمية قراءة التاريخ تاريخ وتعلم العبر من أجل تحقيق السلام والاستقرار لمجتمعاتنا وقال غبطته إن تسييس الدين هو تشويه له لذلك هناك ضرورة لفصل الدين عن السياسة كما هو حاصل هنا وهذا لا يعني عدم احترام الدين بل يساعد على أن يشعر كل مواطن إنه محترم وحقوقه مصانة ومتساوية بغض النظر عن مذهبه او دينه او جنسه وشدد غبطته على اهميه التربيه الدينيه والوطنيه في احترام الاشخاص المختلفين وتعزيز العيش المشترك وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار فاليوم ليس معقولا لا الكلام عن حرب مقدسه او عن جهاد ديني كما كان في القرون الماضيه صراحه لا توجد حرب عادله وشكر أيضا الحكومة التركية لدورها في إشاعة هذه الثقافة المعتدلة والمنفتحة ولكل الجهود المبذولة في استقبال المهجرين من العراق وسوريا كما تحدث السيادة المطران مار فرانسيس قلابات عن المهمة التي جاء إليها من أجلها وهي زيارة العوائل المهجرة في مختلف مناطق تركيا ودعمها ماديا ومعنويا وروحيا فهي بحاجة إلى رفع المعنويات وإلى الرجاء من جهه اخرى اشاد الوالي بهذا الطرح الذي اعده اساس النجاح والتقدم بين الشعوب وان جل مهمه السياسيين جعل المواطن يشعر انه شخص مقبول ومحترم وله كل الحقوق والواجبات وان على مسؤولي المنطقه الاستفاده من احداث الماضي والخروج بمنهج جديد يحقق السعاده والكرامه لشعوبهم احتفل أبناء شعبنا المسيحي بموسم دير الربان هرمز في القوش وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين للتاسع عشر والعشرين من نيسان الجاري حيث تضرع المؤمنون إلى الربان وتلوا الصلوات وأوقدوا الشموع راجين أن يعم الأمن والسلام على البلاد والمنطقة وأحيت الرهبنة الهرمزدية الأنطونية الكلدانية عيد الربان هرمز بإقامة القداديس والزياح الخاص بالمناسبة حيث أقيم في دير السيدة قداس وزياح في صباح يوم الأحد والاثنين ومثلهما في دير الربان هرمز. هذا ويحتفل أبناء شعبنا بموسم دير ربان هرمز في القوش كل عام بعد أسبوعين من عيد القيامة المجيد بالدبكات والرقصات في البيادر الواسعة شرق بلدة القوش وعلى يومين متتاليين الأحد والأثنين ويخصص يوم الأحد لجميع أبناء شعبنا من مختلف أنحاء العراق والعالم أما يوم الأثنين فيكون مخصصا لأهالي بلدة القوش اما هذه السنه وبسبب الظروف القاهره التي يعيشها ابناء شعبنا من سهل نينوى فاقتصرت مراسيم العيد بالمراسيم الدينيه وزياره الدير وتناول وجبه الغداء في المروج الخضراء مع الاهل والاقارب والان مشاهدينا مع جوله في الاخبار الاقتصاديه ارتفعت اسعار العقود الاجله لخام النفط القياسي الاوروبي برنت اكثر من دولار اليوم الخميس لتتجاوز 64 دولارا للبرميل بسبب تزايد المخاوف بشان امن امدادات الشرق الاوسط مع تصاعد الحرب في اليمن. ورغم ان اليمن ليس من كبار منتجي النفط في الشرق الاوسط تمر ناقلات النفط في طريقها الى اوروبا بخليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن وبمضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي. فقد ارتفع سعر برنت خلال الساعات الماضية في العقود الآجلة تسليم يونيو حزيران بمقدار دولار فاصلة سبعة وثلاثين ووصل سعر البرميل إلى أربعة وستين فاصلة عشرة دولار وزاد سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود يونيو حزيران إلى ثمانية وسبعين سنتا أي بمقدار ست وخمسين فاصل أربعة وتسعين دولار للبرميل ويذكر ان خلال هذا الشهر ارتفعت اسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل بسبب المخاوف من احتمال تعطل الامدادات فضلا عن مؤشرات على قوه الطلب العالمي واظهرت بيانات حكوميه امريكيه يوم الاربعاء ارتفاع المخزونات النفطيه 5.3 مليون برميل الاسبوع الماضي وهو ما يزيد على توقع المحللين في مسح اجرته رويترز والبالغ 2.9 مليون برميل. تراجعت مبيعات المنازل الامريكيه الجديده في مارس اذار تراجعا هو الاكبر منذ عام ونصف وذلك بعد مكاسب قويه على مدى ثلاثه اشهر متتاليه، وقالت وزاره التجاره الامريكيه يوم الخميس ان المبيعات انخفضت بمقدار 11.4% الى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسميه بلغ 481 ألف وحده، وهذا اكبر انخفاض منذ يوليو تموز عام 2013. ومن المتوقع ان تتراجع مبيعات المنازل الجديده التي تشكل 8.5% من السوق الى 513 الف وحده مشاهدينا الكرام من قناه المخلص الكلدانيه قدمنا لكم الاخبار شكرا على حسن متابعتكم والى اللقاء